من الذي حرك قطعة الجبن الخاصة بي؟ قصة وراءها قصة، بقلم دكتور كينيث بلانشارد. إنني أشعر بسعادة بالغة لأنني سأقدم لكم القصة التي كانت السبب وراء خروج كتاب من الذي حرك قطعة الجبن الخاصة بي إلى حيز الوجود. وهذا يعني أن الكتاب الآن أصبح مكتوباً ومتاحاً للجميع كي يقرؤوه ويستمتعوا به ويتقاسموا فائدته مع الآخرين. هذا هو الشيء الذي أردت أن يحدث بشدة منذ سمعت سبنسر جونسون لأول مرة وهو يتحدث عن قصته العظيمة الجبن. منذ عدة أعوام قبل أن نشترك أنا وهو في تأليف كتابنا مدير الدقيقة الواحدة، أتذكر أنني وقتها شعرت بجمال القصة وكيف أنني أستطيع أن أستفيد منها منذ تلك اللحظة، وما زلت أستفيد منها حتى الآن. هذا الكتاب عبارة عن قصة تتحدث عن التغيير الذي يحدث داخل متاهة يوجد بها أربعة أشخاص ظرفاء يحاولون البحث عن قطعة جبن. وقطعة الجبن هنا هي رمز لما نريد أن نحصل عليه في حياتنا، سواء كان وظيفة أو إقامة علاقات مع الآخرين أو الحصول على المال أو على منزل كبير أو على الحرية أو الصحة أو الاهتمام أو السلام الروحي أو أي هواية كلعب الجولف أو التريض. كل فرد منا لديه تصوره الخاص عن قطعة الجبن تلك، ونحن نحاول البحث عنها لأننا نؤمن بأن فيها سر سعادتنا، فإذا ما حصلنا عليها نتعلق بها، أما إذا فقدناها أو أخذت منا غصباً فسوف نشعر بألم شديد. أما المتاهة في القصة فهي ترمز إلى المكان الذي تمضي فيه وقتك بحثاً عن ضالتك المنشودة، وقد يكون هذا المكان شركة أو مجتمعاً تعيش فيه أو علاقاتك التي تحظى بها في حياتك. وكثيراً ما أذكر قصة قطعة الجبن هذه في محاضراتي التي ألقيها في كل أرجاء العالم، وأعرف من كثيرين فيما بعد مدى التأثير الذي أحدثته في حياتهم. صدق أو لا تصدق أن لهذه القصة الفضل في إنقاذ زيجات ووظائف بل وأرواح وأرواح بشر. ويذكر لنا تشارلي جونز المذيع الشهير بتلفزيون NBC أحد أمثلة الحياة الواقعية العديدة التي ثبتت أن سماعه لهذه القصة قد أنقذ وظيفته. فوظيفته كمذيع وظيفة فريدة، ولكن المبادئ التي استقاها تصلح لأي شخص. وفيما يلي ما حدث، كان تشارلي يعمل بجد وكان بارعاً في إذاعته أحداث ألعاب الأولمبياد وخاصة مسابقات ألعاب القوى، ولذلك انتابته الدهشة وانزعج عندما سمع رئيسه في العمل يخبره أنه لن يذيع هذه المباريات الرياضية في الأولمبياد القادمة، حيث تقرر له إذاعة مباريات السباحة والغوص. ولعدم معرفته العميقة بهاتين الرياضتين أصابه الإحباط وشعر بأنه غير مرغوب فيه وأصبح غاضباً، وقال إنه شعر بأن ذلك الأمر غير عادل، وطغى غضبه على كل شيء وأثر على عمله. عندئذ سمع عن هذه القصة، وبعد أن قرأها قال إنه ضحك على ما كان يفعل وغير موقفه، حيث أدرك أن رئيسه قد حرك قطعته من الجبن، وهكذا تكيف مع الموقف الجديد وتعلم الرياضتين الجديدتين. وأثناء تعلمه وجد أن القيام بشيء جديد يشعره بصغر السن. ولم يمر وقت طويل حتى أدرك رئيسه موقفه الجديد وطاقته في العمل، وسرعان ما تولى أعمالاً أفضل وأصبح يستمتع بنجاح أكبر مما كان عليه.
لقد كانت هذه مجرد قصة واحدة من القصص الحقيقية العديدة التي سمعتها عن تأثير هذه القصة على الناس، بدءا بحياتهم العملية وحتى حياتهم الزوجية. إنني من أشد المؤمنين بقوة هذه القصة، وقد وزعت منها بالفعل عديدا من النسخ على كل من لقيت ممن يعملون من شركتنا. لكن لما؟ القصة. ذات مرة ومنذ وقت بعيد في أرض بعيدة، كان هناك أربع شخصيات صغيرة تجري داخل متاهة بحثا عن قطعة جبن تطعمها لتحيا حياة سعيدة. وكان منها فأران اسمهما سنيف وسكوري، وقزمان يماثلان في حجمهما حجم الفأرين، ولكن تصرفاتهما كانت تشابه كثيرا تصرفات البشر اليوم، وأسماهما هيم وهاو. وبفضل حجميهما الصغير كان من السهل عدم ملاحظة ما كان يقوم به الأربعة، ولكن إذا نظرت إليهما عن كثب يمكنك أن تكتشف أكثر الأشياء إثارة للدهشة. وكان الأشخاص الأربعة يقضون كل يوم وقتا داخل المتاهة باحثين عن الجبن. وكان الفأران سناف وسكوري وهما لا يملكان سوى أسنان قاردة وغريزة قوية يبحثان عن قطعة الجبن اللذيذة التي أحباها كما هو حال جميع الفئران. أما القزمان هيم وهاو فقد استخدما عقليهما مع الاستعانة بالعديد من المعتقدات من أجل البحث عن نوع مختلف تماما من الجبن مميز عن غيره، وكان يعتقدان أنه سيجعلهما يشعران بالسعادة والنجاح. وعلى الرغم من أن هناك اختلافا بين الفأرين والقزمين، إلا أنهما جميعا يشتركون في شيء ما، أن كل منهم يقوم كل صباح مرتديا بدلة العدو وحذاء الجاري، تاركين منازلهم الصغيرة، حيث يبدأون السباق داخل المتاهة باحثين عن الجبن المفضل لديهم. كانت المتاهة عبارة عن ممرات وحجرات يحتوي بعضها على جبن لذيذ، وكان بها أركان مظلمة وممرات مسدودة لا تؤدي إلى شيء، وكان من السهل أن يضل أي شخص فيها. وبرغم ذلك، فمن يجد طريقه داخل هذه المتاهة يجد ما يجعله يستمتع بحياة أفضل. استخدم الفأران سنيف وسكوري طريقة المحاولة والخطأ البسيطة وغير المجدية للبحث عن قطعة الجبن، فقد كان يدخلان أحد الممرات، وإذا وجداه فارغاً تركاه وانتقل إلى غيره. وكان سناف يشم الجبن باستخدام أنفه الكبير، وبناء عليه يحدد الاتجاه ويتقدمه سكوري في السير، ولكنهما ضلا الطريق كما قد تتوقع لتحركهما في الاتجاه الخطأ، وكثيرا ما ارتطما بالجدران. وعلى الرغم من ذلك، فقد استخدم القزمان هيم وهاو طريقة مختلفة تعتمد على قدرتهما على التفكير والتعلم من خبراتهما الماضية، ولكن كان في بعض الأحيان يرتبكان بسبب معتقداتهما وعواطفهما. أخيراً، اكتشف الجميع ما كانوا يبحثون عنه، ووجد كل منهم ذات يوم نوع الجبن المفضل لديه في نهاية أحد الممرات في محطة الجبن جيم. وبعد ذلك تعودت الشخصيات الأربع كل صباح على ارتداء ملابسها والتوجه إلى محطة الجبن جيم، ولم ينقض وقت طويل حتى تعود كل منها على هذا الروتين في الوصول إلى قطعة الجبن. استمر كل من سنيف وسكوري في الاستيقاظ مبكرا كل يوم والدخول في سباق خلال المتاهة، وعادة ما كان يتبعان نفس الطريق، وحال وصولهما إلى وجهتهما يتخلص الفأران من حذاء العدو ويقومان بربط حذائيهما حول رقبتيهما، حيث يسهل عليهما الوصول إليهما سريعا عندما يحتاجانهما مرة أخرى، ثم يستمتعان بالجبن.
وفي البداية كان كل من هيم وهاو يقومان بالتسابق تجاه محطة الجبن جيم كل صباح ليستمتعا بالطعم اللذيذ لقطعة الجبن التي طار انتظارها. ولكن بعد فترة اتبع القزمان روتينا مختلفا. كان هيم وهاو يستيقظان كل يوم في وقت متأخر ويرتديان ملابسهما في بطء ويمشيان إلى محطة الجبن جيم، فقد عرفا مكان الجبن الآن وكيف يذهبان إليه. لم يكن لديهما فكرة عن مصدر الجبن أو من الذي يضعه في مكانه، وإنما افترضا وجوده هناك. وبمجرد وصول هيم وهاو إلى محطة الجبن جيم كل صباح يستقران ويشعران بأنهما في منزلهما، ويقومان بتعليق ملابسهما وخلع حذائيهما وارتداء خفيهما، وكان يشعران بالارتياح والاطمئنان في ذلك الوقت لأنهما وجدا الجبن. قال هيم: ما أعظم هذا، فها هنا جبن يكفينا مدى الحياة. وشعر القزمان بسعادة غامرة وبنجاح باهر، واعتقد أنهما الآن يعيشان في أمان. لم يمض وقت طويل حتى اعتبر هيم وهاو الجبن الذي وجداه في محطة الجبن جيم خاصا بهما. لقد كان بمثابة مخزن الجبن الذي انتقل في النهاية إلى الإقامة بالقرب منه، ورسخ نوعا من الحياة الاجتماعية حوله. وليشعر بأنهما في منزلهما قام بتزيين الجدران ببعض الأقاويل، حتى إنهما قام برسم صورة للجبن لرسم الابتسامة على وجهيهما. ومن هذه الأقاويل: امتلاك الجبن يغمرك بالسعادة. في بعض الأحيان كان هيم وهاو يقومان باصطحاب أصدقائهما ليروا أقوام الجبن المخزنة لديهما في محطة الجبن جيم، ويشيران إليها بفخر قائلين: يا له من جبن رائع، أليس رائعاً؟ وكان يتقاسمان الجبن في بعض الأحيان مع أصدقائهما، وفي أحيان أخرى لا يقومان بذلك. وكان هيم يردد: إننا نستحق هذا الجبن، فقد تعين علينا العمل بالتأكيد لوقت طويل وبجد حتى نحصل عليه. ثم يلتقط قطعة طاجدة ويلتهمها. وبعد ذلك يستسلم هيم للنعاس كعادته، فقد كان يعودان كل يوم إلى منزلهما ممتلئ المعدة بالجبن، ويعودان كل صباح بثقة تامة في الحصول على المزيد. واستمر ذلك لفترة من الزمن، وبعد مرور بعض الوقت تحولت ثقة هيم وهاو إلى تكبر وغطرسة، وسرعان ما أصبحا واثقين جدا لدرجة أنهما لم يلاحظا ما كان يحدث. وبمرور الوقت استمر سنيف وسكوري في طريقتهما، فقد كان يصلان مبكران كل يوم ويشمان محطة الجبن جيم ويهرولان حولها ويتحسسان المنطقة ليريا ما إذا كان قد حدث ثم التغيير عن الأمس، ثم يجلسان ويقدمان الجبن. وذات صباح وصل إلى محطة الجبن جيم ليكتشف عدم وجود الجبن. لم يندهش لذلك، حيث أنهما لاحظا أن مورد الجبن كان يتناقص كل يوم، وكان مستعدين لذلك المصير الحتمي، وكان يعرفان غريزيا ما سيقومان به. نظر لبعضهما البعض وخلع نعليهما اللذين كان قد أحكم ربطهما في عنقيهما، وأعاد ارتداءهما وأحكم الرباط، ولم يغاليا في تحليل ما حدث، ولم يكونا مكبدين بالمعتقدات المعقدة. فبالنسبة للفأرين كان كل من المشكلة والحل بسيطاً، حيث تغير الموقف في محطة الجبن جيم، لذا فقد قرر سنيف وسكوري أن يتغيرا. نظر كلاهما إلى المتاهة ورفع سنيف أنفه واشتم، ثم أشار برأسه إلى سكوري الذي انطلق مهرولاً خلال المتاهة بينما تبعه سنيف بأقصى سرعة يتحملها، وانطلق سريعاً بحثاً عن جبن جديد. وفي وقت متأخر من نفس اليوم وصل هيم وهاو إلى محطة الجبن جيم. لم يكونا يعيران للتغييرات الطفيفة التي كانت تحدث كل يوم اهتماماً، لذا فقد اعتبر وجود الجبن هناك أمراً مسلماً به، ولم يكونا مهيئين لما وجدا. صاح هيم: ماذا؟ ألا يوجد جبن؟ واستمر في صياحه: ألا يوجد جبن؟ ألا يوجد جبن؟
وكأنه عندما يصيح بصوت عال سيأتي شخص ما ويعيد لهما الجبن. كلما كانت قطعة الجبن هامة بالنسبة لك فأنت في حاجة إلى الاحتفاظ بها رغم ما تواجهه من صعاب. في اليوم التالي غادر هيم وهاو منزليهما عائدين إلى محطة الجبن جيم مرة أخرى، حيث كان لا يزالان يتوقعان أن يعثر على قطعتهما من الجبن. لم يتغير الموقف ولم يعد هناك وجود للجبن، ولم يعرف القزمان كيف يتصرفان حيال ما حدث، ووقفا متجمدي الحركة مثل تمثالين صامتين. أغمض هاو عينيه بقدر المستطاع ووضع يديه على أذنيه وتمنى لو توقف الزمن، فلم يكن يرغب في معرفة أن مورد الجبن يتضاءل تدريجيا. لقد كان مؤمنا بأنها تحركت فجأة. قام هيم بتحليل الموقف مرات ومرات، وأخيرا سيطر عقله المعقد المكتظ بالأفكار الضخمة على ما حدث وتساءل: لماذا قاموا بذلك تجاهي؟ ما الذي يحدث حقا هنا؟ وفي النهاية فتح هاو عينيه ونظر حوله قائلا: بمناسبة ما حدث، أين سنيف وسكوري؟ هل تعتقد أنهما يعرفان شيئا غير ما نعرف؟ قال هيم: ما هو الشيء الذي قد يعرفانه؟ واستطرد هيم قائلا: ما هما إلا مجرد فأرين صغيرين ولا يقومان بشيء سوى الاستجابة لما يحدث حولهما، أما نحن فبشر ونتميز عنهما، يجب أن تكون لدينا القدرة على تفسير ما حدث، وعلاوة على ذلك نستحق نصيبا أفضل. ما كان ينبغي أن يحدث ذلك لنا، وحتى إذا حدث فيجب على الأقل أن ننعم بشيء من الربح والمكسب. وطرح هاو هذا التساؤل: لما يتعين أن نجني ربحا؟ أجاب هيم: لأننا ملتزمان. وأراد هاو أن يعرف: ملتزمان تجاه أي شيء؟ إننا ملتزمان تجاه جبننا. تساءل هاو: لما؟ قال هيم: لأننا لم نتسبب في هذه المشكلة، بل تسبب فيها شخص آخر، ويتعين القيام بأي شيء للخروج من هذا الموقف. واقترح هاو: ربما يتعين علينا أن نكف عن تحليل الموقف بصورة مبالغ فيها، دعنا ندخل المتاهة ولنبحث عن جبن جديد. قال هيم: يا إلهي، بل سوف أتطرق إلى أعماق هذا الأمر. وبينما كان يحاول كل من هيم وهاو اتخاذ قرار بشأن تصرفهما حيال ما حدث، كان سنيف وسكوري قد تغلبا بالفعل على ما حدث ومضيا في طريقهما ودخل المتاهة مارين بجميع ممراتها من أعلى إلى أسفل، باحثين عن الجبن في كل محطة جبن يمكن أن يجداها، ولم يفكر في أي شيء سوى الحصول على قطعة جبن جديدة. لم يجد أي شيء لبعض الوقت حتى ذهب أخيراً إلى أحد الأماكن بالمتاهة حيث لم يذهب إليه أبداً. هذا المكان هو محطة الجبن نون. وصرخ مبتهجين: لقد وجد ما كان يبحثان عنه، مورد كبير للجبن الجديد. لم يصدقا ناظريهما، لقد كان أكبر مخزن للجبن يمكن لهما كفأرين رؤيته. وفي ذات الوقت كان هيم وهاو لا يزالان في محطة الجبن جيم يقيمان الموقف، وكانا يعانيان من أثار غياب الجبن، وأصيبا بالإحباط والغضب وبدأ في تبادل عبارات اللوم على ما حدث. ومن لحظة لأخرى كان هاو يفكر في صديقيه الفأرين سنيف وسكوري ويتساءل عما إذا كان قد وصل إلى أي جبن، واعتقد بأنهما يمران بوقت عصيب وأنهما يعانيان من بعض التشكك وعدم اليقين في تخبطهما داخل المتاهة، ولكنه عرف كذلك أنه كان من المرجح أن يستمر هذا الحال معهما للحظات قليلة. وكان هاو يتخيل في بعض الأحيان أن سنيف وسكوري قد وجدا جبنا جديدا وأنهما يستمتعان به، وفكر في مدى روعة دخوله في نوع من المغامرة داخل المتاهة بغية الحصول على جبن جديد طازج، بل كاد يصل في تخيله إلى حد شعوره بطعم هذا الجبن الطازج. وكلما كان هاو يرى هذه الصورة في مخيلته، أي أنه وجد جبنا جديدا وأنه يستمتع به، أكثر وضوحا كان يزيد تخيله لنفسه وهو يغادر محطة الجبن جيم. وفجأة
صاح قائلا: فلنذهب بعيدا عن هنا. أجاب هام سريعا: كلا، إنني أحب هذا المكان وأشعر فيه بالراحة، وهذا هو ما أعرفه، بالإضافة إلى أن المحيط الخارجي محفوف بالمخاطر. رد هاو قائلا: كلا، الأمر ليس كذلك، لقد جرينا من قبل في أماكن عدة داخل المتاهة، ويمكننا القيام بذلك مرة أخرى. قال هام: لقد أصبحت عجوزا لدرجة التي لا أقوى فيها على فعل ذلك، وأخشى أن لا أكون راغبا في أن أضل الطريق، وتظهر سذاجتي. أترغب أنت في ذلك؟ عند هذه المرحلة عاد شعور الخوف من الفشل ليسيطر على هاو، وتلاشى أمله في العثور على جبن جديد. لذا استمر القزمان في عمل نفس الشيء كل يوم، يذهبان إلى محطة الجبن جيم دون العثور على شيء، ثم يعودان إلى منزليهما محملين بالمخاوف والقلق والإحباط. حاولا إنكار ما يحدث لهما، ولكنهما عانيا من صعوبة في الحصول على قسط وافر من النوم، وضاعت قوتهما في اليوم التالي، وأصبحا سريع الغضب. لم يعد منزلهما المكان الدافئ كما كان ذات مرة، وعانيا من صعوبة في النوم ورؤية الكوابيس ليلا والتي تتعلق بعدم عثورهما على أي جبن. إلا أن هيم وهاو ظل يعاودان نفس الشيء بالذهاب إلى محطة الجبن جيم والانتظار هناك كل يوم. قال هيم: إنك تعرف أنه إذا ما عملنا بجد أكثر مما نحن عليه ستجد أنه لا شيء قد تغير بالفعل، فربما تكون قطعة الجبن قريبة من هنا، وربما يكونون قد أخفوها وحسب خلف الجدار. وفي اليوم التالي عاد هيم وهاو حاملين أدواتهما. أمسك هيم بالإزميل المنحت بينما استمر هاو في الطرق باستخدام المطرقة، حتى أحدث ثقبا في جدار محطة الجبن جيم، واسترق البصر ولكن دون جدوى، فليس هناك جبن. وأصيب بخيبة أمل، ولكنهما أصبحا مؤمنين بقدرتهما على حل المشكلة، لذا أصبحا يبدأان عملهما في وقت مبكر ويستمران لوقت أطول ويعملان بجد أكثر. ولكن بعد مرور بعض الوقت كل ما توصل إليه هو إحداث ثقب كبير في الجدار. أخذ هاو في إدراك الفارق بين النشاط والإنتاجية. قال هيم: ربما يتعين علينا مجرد الجلوس هنا وانتظار ما قد يحدث، إن عاجلا أم آجلا يتعين عليهم أن يعيدوا الجبن. أراد هاو أن يؤمن بذلك، لذا كان يعود إلى المنزل كل يوم ليحصل على قسط من الراحة، ثم يعود على مضض مع هيم إلى محطة الجبن جين، ولكن الجبن لم يظهر أبدا. وبمرور الوقت أصبح القزمان ضعيفين نتيجة للشعور بالجوع والضغط، وسيطر التعب والإرهاق على هاو من مجرد الانتظار حتى يتحسن وضعهما. وبدأ في رؤية حقيقة أنه كلما استمر طويلا دون الجبن لأصبح وضعهما أسوأ أكثر سوءا. وكان هاو يعرف أنهما قد فقدا كل أمل. وأخيرا بدأ هاو ذات يوم في السخرية من نفسه قائلا: هاو، انظر إلي، فإنني أقوم بنفس الشيء كل يوم مرات ومرات، وأتعجب من سبب بقاء الحال على ما هو عليه دون تحسن. إن لم يكن الأمر يدعو للسخرية فقد يكون مدعاة للمرح. لم يكن هاو يرحب بفكرة الجري خلال المتاهة مرة أخرى، لأنه يعرف أنهما صيدلان الطريق وليس لديهما أي فكرة عن مكان وجود الجبن، ولكن كان يتعين عليه الضحك على غبائه عندما أدرك سبب خوفه من القيام بذلك. وسأله هيم: أين وضعنا رداء العدو وأحذية الجري؟ وأمضي وقتا طويلا حتى وجد هذه الأشياء، لأنهما أهملا كل شيء طرحاه جانبا عندما عثر على الجبن في محطة الجبن جيم، معتقدين أنهما لن يكون بحاجة إلى الحذاء والرداء مرة أخرى. وعندما رأى هيم صديقه يرتدي رداء العدو قال: إنك لن تعاود التخبط داخل المتاهة حقا، أليس كذلك؟ لما لا تنتظر هنا حتى يعاود وضع الجبن؟ قال هاو: لأنك لا تستوعب الموقف، أنا لم أكن أرغب في رؤيتها أيضا، لكنني الآن أدرك أنهم لن يضعوا الجبن الجديد القديم مرة ثانية، لقد كان هذا جبن البارحة
لقد حان الوقت للوقت للبحث عن جبن جديد. لكن هيم تساءل، لكن ماذا لو لم يكن هناك جبن بالخارج؟ أو حتى إذا كان هناك، ماذا لو لم نجده؟ قال هاو، لست أدري. وتساءل هاو محاولاً الإجابة عن تلك الأسئلة مراراً وتكراراً، ثم بدأ يشعر بالخوف الذي أقعده عن الحركة من قبل يتسلل إلى نفسه من جديد. ثم فكر هاو في العثور على جبن جديد وما يصاحبه من أحداث طيبة، فاستجمع رباط تجأشه. قال هاو، في بعض الأحيان تتغير الأشياء ولا تعود لطبيعتها أبداً، ويبدو أننا نمر بشيء مشابه. هذه هي الحياة يا هام، فالحياة تسير ولا بد أن نسير نحن أيضاً. ونظر هاو إلى رفيقه الحزين وحاول إقناعه، لكن خوف هام تحول إلى غضب عارم منعه من الإنصات لهاو. لم يقصد هاو أن يكون وقحاً مع صديقه، لكنه لم يمنع نفسه من السخرية على حماقتهما. وبينما استعد هاو للرحيل، بدأ يشعر بالنشاط، فقد علم أنه طالما سخر من نفسه، فسوف يعاود المسير دون أن ينظر وراء ظهره. وصاح هاو معلناً، لقد حان وقت المتاهة. لكن هيم لم يضحك ولم يستجب لهاو. والتقط هاو قطعة حجر صغيرة حادة ونحت بها على الجدار فكرة عظيمة لهيم كي يتأملها. وكما اعتاد هاو، فقد رسم صورة لقطعة جبن حول العبارة، وتمنى أن يساعد هيم على أن يبتسم وأن يخفف من همومه وأن يبدأ البحث عن الجبن الجديد. لكن هيم لم يفعل شيئا من ذلك، وكتب هاو في عبارته قائلا: إذا لم تتغير فمن الممكن أن تفنى. وبعد ذلك اشرأب هاو بعنقه وحدق بنظره في المتاهة، وفكر في كيفية أنه أدخل نفسه في هذه المحطة الخالية من الجبن. لقد ظن أنه لا يوجد أي جبن في المتاهة، أو ربما لن يجد، وهذه الظنون المخيفة كانت تشل حركته. وابتسم هاو، فهو يعرف أن هيم كان يتساءل في نفسه: من الذي حرك قطعتي من الجبن؟ وتساءل هاو: ولماذا لا أنهض وأتحرك مع قطعة الجبن حالاً؟ وعندما بدأ في السير داخل المتاهة، نظر هاو للخلف حيث المكان الذي جاء منه، فشعر بالرغبة في العودة إليه، وشعر وكأن شيئاً يدفعه إلى مكانه المألوف، على الرغم من أنه لم يجد أي جبن لبعض الوقت. أصبح هاو أكثر قلقاً، وتساءل عما إذا كان يريد أن يدخل المتاهة، وكتب مقولة على الحائط في مستوى رؤيته وحدق فيها أمامه ودقق النظر فيها لبعض الوقت: ماذا تفعل إذا لم تكن خائفاً؟ أخذ يفكر في هذه العبارة، إنه يعرف أن قليلاً من الخوف قد يكون مفيداً أحياناً، وعندما تكون خائفاً فإن الأشياء تتحول للأسوأ إذا لم تفعل شيئاً، لذا فهو يحثك على التصرف، ولكنه يكون ضاراً عندما تكون في حالة شديدة من الخوف، إذ أن هذا قد يقيدك عن فعل أي شيء. ونظر عن يمينه إلى الجزء الذي لم يمر به في المتاهة وشعر بالخوف، وبعد ذلك أخذ نفساً عميقاً واتجه نحو اليمين داخل المتاهة واندفع ببطء إلى المجهول. وبينما كان يحاول أن يجد طريقة، شعر هاو في البداية بالقلق، لأنه ربما انتظر وقتاً طويلاً في محطة الجبن جيم، ولم يتناول أي نوع من الجبن لمدة طويلة، مما جعله يشعر بالضعف.
وقد ظل على هذا فترة طويلة، مما زاد من آلام هذه الرحلة الشاقة داخل المتاهة. وقرر بأنه إذا سنحت له الفرصة مرة ثانية سوف يتكيف مع التغيير، وهذا يجعل التعامل مع الأمور أكثر سهولة. وعندئذ ابتسم هاو ابتسامة خفيفة وفكر في أنه في التأني السلامة. وفي أثناء الأيام التالية وجد بعضا من الجبن القليل هنا وهناك، ولكنه لم يستمر في ذلك طويلا، وتمنى أن يجد جبنا كافيا ليعود ببعض منه إلى هام لكي يشجعه على الدخول في المتاهة. ولكن لم يشعر هاو بالثقة الكافية حتى الآن، وكان عليه أن يعترف بأنه وجد ذلك مربكا ومرهقا في المتاهة حيث بدت الأشياء كلها أمامه، وقد تغيرت منذ الفترة الأخيرة التي كان فيها خارج المتاهة. وعندما كان يعتقد أنه يتقدم في طريقه كان يجد نفسه تائها في الدهاليز، وبدأ تقدمه وكأنه يسير خطوتين للأمام وخطوة للخلف، وكان هذا تحدياً، ولكن كان عليه أن يعترف بأن الرجوع للخلف في المتاهة والمطاردة من أجل الجبن لم يكن تقريباً بنفس الدرجة من السوء التي كان يخشاها. ومع مرور الوقت بدأ يشعر بالدهشة والتساؤل عما إذا كان واقعياً أن يجد قطعة الجبن الجديدة، وتساءل هاو عما إذا كان يبالغ في تطلعاته، وابتسم بعد ذلك وأدرك أنه ليس لديه ما يسوغ حلمه في هذا الوقت. وحين شعر بالإحباط يتسرب إلى نفسه ذكر نفسه بأن ما كان يعتقد أنه غير مريح هو في الواقع أفضل من البقاء في مكان ليس به جبن، فكان يسعى للتحكم في تصرفاته أكثر من السماح لحدوث أي شيء. وبعد ذلك ذكر نفسه بأنه إذا كان سنيف وسكوري قد استطاع التحرك والاستمرار في سعيهما فمن الممكن له أن يفعل ذلك. وعندما أعاد هاو التفكير في الأمور أدرك أن قطعة الجبن التي وجدها في المحطة جيم لم تختفي بين العشية وضحاها كما اعتقد من قبل. إن حجم الجبن كان يصغر شيئا فشيئا، وما توقع منه أصبح قديما ولم يعد لها مذاق جيد، بل ربما بدأت طبقة من العفن تظهر عليه على الرغم من أنه لم يلاحظ ذلك. ولذلك كان عليه أن يعترف أنه لو أراد ذلك ربما أمكنه فهم ما يحدث، ولكنه لم يرد. وأدرك هاو الآن أن التغيير ربما لم يكن يمثل له مفاجأة لو كان قد شاهد ما كان يحدث طوال الوقت وتوقع هذا التغيير، وربما كان هذا ما قام به كل من سنيف وسكوري. وتوقف لأخذ قسط من الراحة وكتب على حائط المتاهة: اشتم رائحة الجبن من قطعة الجبن من حين لآخر حتى تعرف متى يصيبها العطب. وبعد مرور فترة بدت طويلة لم يعثر فيها على قطعة الجبن، وجد هاو نفسه أخيراً أمام محطة جبن بدت مبشرة بالخير. وحين دلف إلى داخلها أصيب بخيبة أمل كبيرة حيث إنها كانت خاوية. وحدث هاو نفسه قائلاً: لقد راودني هذا الشعور بالخواء كثيراً من قبل، وشعر باليأس قد أطبق علي. وبدأ هاو يفقد طاقته الجسدية، وكان على يقين من أنه ضل الطريق وأنه هالك لا محالة، وفكر في أن ينعطف ويعود أدراجه إلى محطة الجبن جيم، فلو وصل هناك ولا يزال هيم موجودا فلن يكون وحيدا على الأقل. ثم سأل نفسه مجددا: ماذا كنت أفعل لو لم أكن خائفا؟ لقد كان يخشى أكثر من أي شيء آخر أن يعترف حتى لنفسه بذلك، فلم يكن دائماً على يقين من الشيء الذي يسبب له شعوراً بالخوف، لكنه الآن وفي حالته الهزيلة تلك أدرك أنه كان خائفاً لأنه لا يريد أن يستمر وحيداً، ولم يعرف هاو بأنه كان يجري لأن أفكاراً مخيفة أثقلت رأسه.
وتساءل هاو عما إذا كان هيم قد تحرك مجدداً أم أنه لم يبرح مكانه بسبب مخاوفه. ثم استرجع في مخيلته الأوقات التي شعر فيها بأنه في أوج نشاطه داخل المتاهة. هذه الأوقات هي التي كان يتحرك فيها هاو ولا يتوقف عند أي شيء. وكتب هاو على الحائط، وكان يعلم أن هذه الكتابة ليست تذكيراً بمروره من هذا المكان بقدر ما هي تذكير له هو شخصياً إن السير في اتجاه جديد يجعلك تعثر على مزيد من الجبن. تطلع هاو إلى الممر المظلم وأدرك ما أصابه من خوف. ترى ما الذي ينتظره في الطريق؟ هل سيكون خالياً أو سيكون محفوفاً بالمخاطر؟ وبدأ خياله الجامح يصور له كل الهواجس المفزعة حتى تملكه الذعر الشديد. ثم سخر من نفسه، فقد أدرك أن هواجسه هذه تزيد الطين بلة. ثم فعل ما كان سيفعله لو لم يكن خائفاً، واصل المسيرة لكن في اتجاه جديد. وعندما بدأ يجري في اتجاه الممر المظلم أخذ يبتسم، ولم يدرك هاو عندئذ أنه وجد غذاء روحه، فقد ألقى بالهموم خلف ظهره وبدأ يثق فيما ينتظره من مصير على الرغم من أنه لم يعرف ماذا سيكون. واندهش هاو إذ بدأ يستمتع بالأمر أكثر فأكثر، وأخذ يتساءل: ترى ما الذي يجعلني أشعر بهذه السعادة؟ ليس لدي جبن ولا أعرف إلى أين أنا ذاهب. وقبل أن يمضي وقت طويل اكتشف سبب شعوره بتلك السعادة، وتوقف كثيرا على الحائط مرة أخرى. عندما تتحرك متجاوزا شعورك بالخوف ستشعر بالحرية. أدرك أنه وقع أسيرا لهواجسه، وعندما تحرك في اتجاه جديد حرر نفسه من القيد. والآن فقط بدأ يشعر أن نسيما باردا منعشا أخذ يغب على ذلك الجزء من المتاهة. التقط أنفاسا عميقة وأحس أن الحركة قد أعادت إليه الحياة. وبعد أن كسر حاجز الخوف اكتشف أن الأمر أكثر إمتاعا مما كان يعتقد من قبل. ولم يكن هذا الشعور قد راودها منذ فترة طويلة، ولهذا السبب كان قد نسي مدى البهجة التي يدخلها على قلبه. ولكي يجعل الوضع أفضل بدأ في رسم صورة من وحي خياله، ونسج في تلك الصورة حتى أدق التفاصيل الواقعية. فقد تخيل نفسه جالسا وسط كومة هائلة من أنواع الجبن المفضلة لديه، بدءا من الشيدر وانتهاءا بالبراي، وتخيل نفسه وهو يأكل ما لذ وطاب منها. استمتع هاو بما رأى، ثم تخيل كيف أنه يستطيع أن يستمتع بتذوقها جميعا. كلما اتضحت صورة ذلك الجبن الجديد داخل عقله زادت واقعيتها وازداد شعوره بقرب عثوره عليه. ثم كتب: عندما تخيلت نفسي وأنا أستمتع بالجبن الجديد حتى قبل أن أعثر عليه وجدت طريقي إليه. حدث هاو نفسه قائلاً: لماذا لم أفعل ذلك من قبل؟ بدأ هاو يجري داخل المتاهة لكن بقوة ورشاقة أكبر مما مضى، ولم يمضي وقت طويل حتى عثر على محطة جبن وشعر بالسعادة وهو يلحظ قطع جبن جديدة قد وضعت بجانب المدخل. ولم يكن قد رأى قط في حياته أصناف الجبن تلك، لكنها بدت له رائعة
فذوقها فوجد طعمها طيباً للغاية، وتناول هاو معظم قطع الجبن الموجودة ووضع بعضاً منها في جيبه كي يتناولها فيما بعد أو ليتقاسمها مع هام، وبدأ يستعيد قوته. تلف هاو إلى محطة الجبن تغمره السعادة والإثارة، لكن ولسوء حظه وجدها خاوية، فقد سبقه إليها شخص ما لم يترك سوى تلك القطع من الجبن الجديد، وأدرك أنه لو كان قد عجل الخطى لوجد كمية كبيرة من الجبن هناك. وقرر هاو أن يعود أدراجه كي يرى إذا ما كان هام على استعداد للانضمام إليه. وبينما هو يقتفي آثار العودة توقف وكتب على الحائط: كلما أسرعت بالتخلص من الجبن القديم عثرت على جبن جديد. وبعد فترة نجح هاو في العودة إلى محطة الجبن الجديد الجبن جيم، ووجد عندها هام، وعرض على هام تناول بعض قطع الجبن الجديدة، لكن الأخير رفض العرض. وشكر هام صديقه على هذه اللفتة الجميلة، وقال له: لا أعتقد أنني سأستمتع بالجبن الجديد، فأنا لست معتاداً عليه، كل ما أريده هو جبني المفضل، ولن أتغير أبداً حتى أحصل على ما أريد. هز هاو رأسه وهو يشعر بخيبة الأمل، وجعل يؤخر رجلاً ويقدم الأخرى، معاوداً الانطلاق بمفرده من جديد. ومع وصوله إلى أبعد نقطة كان قد وصل إليها في المتاهة، بدأ يشعر بالحنين إلى صديقه، لكنه أدرك أنه بصدد اكتشاف شيء ما. فحتى قبل أن يعثر على ما كان يعتقد أنه كمية هائلة من الجبن الجديد، أدرك أنه لم يكن يشعر بالسعادة لمجرد عثوره على الجبن. لقد كان سعيداً لأنه لم يصبح أسيراً لخوفه بعد الآن، وبدأ يستمتع بما يفعل. وحينما أدرك ذلك لم يشعر بذلك الضعف الذي انتابه حين كان يجلس في محطة الجبن جيم الخاوية. وحينما أدرك أنه منع نفسه من أن يستوقفها الخوف واتخذ وجهة جديدة، شعر بالحياة تدب في أوصاله من جديد. لقد وجد الآن أن المسألة أصبحت مسألة وقت قبل أن يصل إلى ضالته المنشودة، بل لقد شعر بأنه قد عثر على ضالته المنشودة بالفعل، وابتسم حين أدرك أنه من الأسلم أن تبحث في المتاهة من أن تبقى دون جبن. أدرك هاو كما أدرك من قبل أن ما تخشاه لن يكون بنفس القتامة التي يصورها لك عقلي، وأن الخوف الذي تتركه يسيطر على عقلك هو أخطر بكثير من الوضع القائم بالفعل. لقد كان هاو متخوفاً لدرجة كبيرة من أن لا يعثر على الجبن الجديد، لدرجة أنه لم يرغب في الاستمرار في البحث عنه، لكن ما إن عاود رحلته مجدداً عثر على قطع من الجبن في الممرات تكفيه لمواصلة المسير. الآن بدأ يتطلع إلى العثور على المزيد والمزيد، وأصبح مجرد التطلع إلى ما هو آت أمراً ممتعاً في حد ذاته. لقد كان تفكيره القديم مغلفاً بسحابة من الخوف والقلق، فقد كان يشعر دائماً بأنه لن يحظى على جبن كافٍ وأنه لن يحظى به للمدة التي يريدها، وكان كثيراً ما يشغل باله بما يحدث له من مصائب لا من مفاجآت سارة. لكن هذا التفكير تغير في الأيام التي أعقبت تركه لمحطة الجبن جيم، واعتاد هاو أن يعتقد بأنه لا ينبغي تحريك الجبن وأن هذا التغيير ليس صائباً. أما الآن فقد أدرك أن عدم التغيير أمر ينافي نواميس الكون والطبيعة، فلا بد للتغيير أن يقع باستمرار سواء توقعناه أم لا، ولا يمكنك أن تفاجأ بالتغيير إلا إذا لم تكن تتوقعه وتبحث عنه. وحينما أدرك هاو التغيير الذي اعترى معتقداته، توقف كي يكتب على الحائط: إن المعتقدات البالية لا ترشدك إلى جبن جديد.
لم يعثر هاو على أي جبن بعد، لكن كل ما كان يشغل تفكيره هو وهو يعد في ممرات المتاهة هو ما تعلمه حتى الآن. لقد أدرك الآن أن هذه المعتقدات الجديدة تدفعه إلى التصرف على نحو جديد، فقد بدأ الآن يسلك مسلكاً يختلف عن مسلكه عندما كان يصر على العودة إلى محطة الجبن الخاوية. وأدرك هاو أنك عندما تغير معتقداتك فأنت تغير تصرفاتك. عليك أن تعتقد بأن التغيير قد يضرك وأنه لابد لك أن تقاومه، أو يمكنك أن تعتقد أن عثورك على جبن جديد سوف يساعدك على استيعاب التغيير والتكيف معه. كل ذلك يعتمد على المعتقد الذي تختار أن تؤمن به. كتب هاو على الحائط قائلاً: عندما ترى أنك تستطيع العثور على جبن جديد وتستمتع به فستغير طريقك. والآن فقد طوى هاو صفحة الماضي وبدأ يتطلع إلى المستقبل، واستمر يقطع ضروب المتاهة بقوة وسرعة أكبر مما مضى، ولم يمض وقت طويل حتى حدث ما كان يتمناه. وفي الوقت الذي شعر فيه هاو بأنه سيظل بهذه المتاهة إلى الأبد، أفضت رحلته، أو على الأقل هذا الجزء من رحلته، إلى نهاية سريعة وسعيدة. لقد عثر على جبن جديد في محطة الجبن نون. حينما دلف إلى داخلها لم يصدق ما رأته عيناه. جبال عالية هنا وهناك من الجبن الذي لم يره في حياته قط، ولم يستطع التعرف على كل الأنواع الموجودة أمامه، حيث إن بعضها كان جديداً عليه تماماً. ثم تساءل هاو للحظات عما إذا كان يراه حقيقة أم من نسج الخيال، إلى أن وقعت عيناه على صديقيه سنيف وسكاري. رحب سنيف به بإماءة من رأسه، أما سكوري فقد لوح له بكفه، وظهر من معدتيهما الممتلئتين أنهما سبقاه إلى المكان بفترة ليست بقصيرة. ألقى هاو التحية عليهما، ثم سارع إلى تناول قدمات من أنواع الجبن المفضلة لديه، ثم خلع عنه حذاءه ورداء التريض ووضعهما بالقرب منه، حتى إذا احتاجهما مرة أخرى تناولهما سريعاً، ثم انقض على الجبن الجديد، وحينما أخذ كفايته تناول قطعة من الجبن الطازج في يده وصاح: مرحباً بالتغيير. وبينما أخذ يستمتع بمذاق الجبن الجديد استرجع ما مر به من أحداث وما تعلمه خلالها، وأدرك أنه عندما كان خائفاً من التغيير كان متمسكاً في الواقع بوهم الجبن القديم والذي لم يعد موجوداً. وتساءل هاو: إذن ما الذي غيرني؟ هل هو خوفي من أن أموت جوعاً؟ وحدث نفسه قائلاً: لقد كان لذلك تأثيره. ثم ضحك وأدرك أنه لم يكن ليتغير لولا أن بدأ يسخر من نفسه ومما كان يرتكبه من أخطاء، واكتشف أن أسرع طريقة للتغيير هي أن يضحك الإنسان من حماقته. وساعتها سينسى ما فعل وسوف يواصل المسير. وأدرك هاو أنه تعلم شيئا مفيدا من صديقيه الفأرين سنيف وسكوري في أمر التنقل إلى موضع آخر، فقد كان يعيشان حياتهما ببساطة، لم يحاولا المبالغة في تحليل وتعقيد الأمور، وعندما تغير الموقع وتحرك الجبن غيرا من أنفسهما وتحرك مع الجبن، ولم يكن بد من أن يتذكر ذلك. استخدم هاو عقله الرائع كي يفعل ما يفعله الأقزام بأسلوب أفضل من الفئران، وتدبر الأخطاء التي ارتكبها في الماضي واستخدمها كي يخطط مستقبله. لقد أدرك أن باستطاعة الإنسان أن يتعلم كيف يتعامل مع التغيير، كيف يأخذ الأمور ببساطة، كيف يكون مرناً، وكيف يكون سريع التصرف. يتعلم ألا يبالغ في تعقيد الأمور وألا يقع فريسة لمعتقدات مفزعة. يتعلم أن يلاحظ التغييرات البسيطة لكي يكون مستعداً للتغيير الجذري الذي قد يحدث في المستقبل. وأدرك هاو أنه بحاجة إلى التكيف سريعاً مع التغيير، لأنه إن لم يفعل ذلك فقد لا تواتيه تلك الفرصة أبداً.
وكان عليه أن يعترف بأن أكبر عقبة تقف في طريق تكيفه مع التغيير موجودة بداخله هو، وأن الأمور لا تتحسن إلا بعد أن تتغير أنت. الأهم من هذا وذاك أن هاو قد أدرك أن هناك دائماً جبناً جديداً أمام عينيك، سواء لاحظته أم لم تلاحظه، وأنك تستمتع به فقط عندما تتخلص من مخاوفك وتخوض المغامرة. وأدرك هاو كذلك أنه لا ضير من بعض الخوف، إذ أنه قد يحميك من خطر محقق، ولكنه اكتشف أيضاً أن معظم مخاوفه لم يكن لها ما يبرره، بل إنها منعته من أن يتغير في الوقت الذي كان لزاماً عليه أن يتغير. لم يعجبه التغيير وقتها، لكنه أدرك فيما بعد أن ذلك التغيير هدية السماء إليه كي ترشده إلى المزيد من الجبن، رغم أنها كانت ترتدي قناعاً. لقد عثر هاو على جزء جميل من نفسه، وبينما كان يتذكر الدروس المستفادة فكر في صديقه هيم وتساءل عما إذا كان هيم قد قرأ شيئا من عباراته التي كتبها على الحائط عند محطة الجبن جيم أو في باقي المتاهة. ترى ما الذي كان يحدث لو طوى هيم صفحة الماضي وواصل المسير؟ ترى ما الذي كان يحدث لو دخل المتاهة واكتشف ما كان يجعل حياته أفضل؟ فكر هاو في العودة مجدداً إلى محطة الجبن جيم ليرى ما إذا كان باستطاعته العثور على هيم، وهو يفترض أنه يستطيع العودة إلى النقطة التي كان فيها، وفكر في أنه إذا عثر على هيم فسيمكنه عندئذ أن يريه كيف يخرج من مأزقه، ولكنه أدرك أنه حاول بالفعل أن يخبر صديقه على التغيير، وكان على هيم أن يجد طريقه بمفرده، متغلباً على أوجاعه ومتجاوزاً مخاوفه، ولا يمكن لشخص آخر أن يؤدي له ذلك بالنيابة عنه أو أن يقنعه بذلك ما لم يكن الاقتناع داخلياً. كان يتعين على هيم أن يشعر بمزايا التغيير بنفسه، وعلم هاو أنه قد ترك خلفه أثراً لهيم كي يتعقبه، وأنه يستطيع بمفرده أن يجد طريقه فقط إذا قرأ العبارات التي كتبها هاو بخط يده على الجدران. ثم بدأ هاو في كتابة ملخص للدروس التي استفادها من رحلته على أكبر حوائط محطة الجبن نون، ثم وضع كل تلك الومضات داخل رسمة لقطعة جبن كبيرة، وابتسم وهو ينظر إلى ما كتبه. التغيير يحدث، قطع الجبن تتحرك باستمرار، توقع التغيير، استعد عندما يتحرك الجبن، راقب التغيير، اشتم رائحة الجبن كثيرا كي تعرف متى يصيبها العطب، تكيف مع التغيير بسرعة. كلما أسرعت بالتخلص من الجبن القديم استطعت أن تستمتع بالجبن الجديد. تغير، تحرك مع الجبن، استمتع بالتغيير، تذوق طعم المغامرة واستمتع بمذاق الجبن الجديد. كن مستعداً كي تتغير بسرعة واستمتع بالتغيير من جديد. قطع الجبن تتحرك باستمرار. أيقن هاو إلى أي مدى قد وصل منذ أن كان برفقة هيم في محطة الجبن جيم، ولكنه أدرك أنه من السهل أن يعود إلى ما كان عليه لو أفرط في الراحة. فقام كل يوم بتفقد الجبن في محطة الجبن نون كي يطمئن إلى مخزون الجبن فيها، وكان على استعداد ليفعل أي شيء كي لا يفاجأ بأي تغيير لم يضعه بالفستان. وعلى الرغم من أن لديه مخزوناً كبيراً من الجبن، أصر هاو على أن يخرج ليتجول في المتاهة كي يكون على علم بما يحدث من حوله، وقد أدرك أنه من الأسلم له أن يبقى على علم بالواقع من حوله، بدلاً من أن يعزل نفسه في صومعته المريحة. ثم أنصت هاو إلى صوت ظن أنه صوت حركة بالخارج، وحينما أخذ الصوت يعلو تدريجياً أيقن أن شخصاً ما كان يقترب منه. هل كان هيم؟ هل كان يوشك على أن يظهر من بين أحد الأركان؟ دعا هاو وتمنى كما فعل كثيراً من قبل أن يتمكن صديقه في النهاية من أن
يتحرك مع الجبن ويستمتع بذلك.